السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على القسم 3-7 حركة الجسيمات المشحونة في مجال مغناطيسي، مدونتي مادة الفيزياء لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. بروتون يتسارع من السكون بفرق جهد 400 فولت، لخصناها، وعندما دخل مجالا مغناطيسيا منتظما سلك مسارا دائريا نصف قطره 20 سنتيمتر، أوجد مقدار المجال المغناطيسي بدو به. كونه ذكر لك يسلك مسارا دائريا نصف قطره، بتجيب المعادلة هذه، بتدور شو المعطيات عندك. الـ M في V ما في سرعة، في R وفي B وفي كيو وفي دلتا في. إذن بدنا السرعة، منين منجيب السرعة؟ هلأ بده هو المقدار المجال المغناطيسي، إذن بده بي كتلة للبروتون فيك تجيبها من الثوابت. بي مش موجودة، كيو موجودة من الثوابت، آر موجودة. إذن شو بتفيدنا دلتا في في حساب السرعة؟ شو بيفيدنا فرق الجهد في حساب السرعة؟ من قانون التغير في طاقة الحركة يساوي مقدار التغير في طاقة الحركة يساوي لمقدار التغير في طاقة الوضع، ويساوي لمقدار الشحنة في مقدار التغير في فرق الجهد. نحن بناخذ مقادير. التغير في طاقة الحركة يساوي لنصف الكتلة في مربع السرعة، لأنه بدأ من السكون، فطاقة الحركة الابتدائية تساوي الصفر، والتغير في طاقة الحركة تساوي لطاقة الحركة النهائية ناقص طاقة الحركة الابتدائية، وتساوي Q اللي هي شحنة البروتون اللي بتساوي لمقدار الشحنة الأساسية في دلتا V. V تربيع وتساوي، من رتبة مشان نطالع السرعة، فV وتساوي 2.77 في 10^5 متر لكل ثانية. منعوض بهذه المعادلة، الكتلة منجيبها من الثوابت والشحنة منجيبها من الثوابت، V سرعة انت حسبتها، طبعا هذه الشحنة جبتها من الثوابت والكتلة هذه جبتها من الثوابت انت، ففيك تاخذهم مرة تانية وتعوضهم هون، تطلع عندك مقدار المجال المغناطيسي بهاي الكمية، وحدة قياسه تسلا. لازم الحل بالورقة والقلم. في رعاية الله، لا تنسونا من الدعاء.